ومرضي ما تقوليش واش كدير غير على البلاد، انا مواطن مغربي. ملي ما تجينيش الحرقه على بلادي على ما تجينيش. هذا مرض. يا تشاد بزاف يا تخو ما يبان حد. هذا الواد هذا انا كارثه. راه كاين بنادم مشى هنا للطبيب. هنا كاين بنادم مشى للطبيب. غيب الناموس والريحه الخبيثه. كل شيء انجاز من هنا تبارك المراه هنا ما بين الطوندول والطوندول واقفه هنايا. قسما بالله حاشا ومهبطه هيدا انا قربت وجهي هيدا مشينا للعمده مشينا المهم ما كاين والو في هذه المتعه هذا ما جابونا والو حتى واحد ما عطافوش فينا مره الطواليت دابا هذه عام ونص باش جابوه دابا نهار اللي تسرق هذه دابا غيكمل العام هو مجدود وهذاك الطواليت ما خدامش اصلا واش المراه غتعود تصعب راسها في هذا الوقت واش المراه تعرق قدام عباد الله هنايا حنا كيضرنا حالنا لما كنشوفوا السياح كيجيو كيصوروا ما كيهضروش كيصوروا كيمشي بحاله ما غيقدرش يهضر هو كيصور ويمشي بحاله وكيدرنا خاطرها لان ما غتقدرش تمشي عنده تقول له علاش كتصور وعايب على الانسان يهضر على الطواليت السلام عليكم انا الهدان حسن كندير نائب كاتب اقليمي ديال المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني المشكل الرئيسي هنايا هذه دابا تقريبا عامين ونص وقلت 3 سنين والمحطه سار المفعول ديالها خدامه محرومه من الصرف الصحي الغطيات ديال الشمس الدريقه ديال الشمس كراسه او القهاوي او وغير ذلك اللي كيتباع لان المسافر لما كيجي كيحط تقريبا الدار ديال بحال دابا غادي نعطيك على سبيل المثال عندي الطاكسي هنايا ديال بني عروس عنده جوج بلايص دابا هذه تقريبا دار 3 ساعات اذا المراه ما غنتكلموش الراجل لان الراجل معروف يمشي تصعب راسه فين ما بغى كاينه المراه ورينا المراه فين غادي تمشي واش المراه غتعود تصعب راسها في هذا الوقت واش المراه تعرق قدام عباد الله هنايا حنا عندنا المراه وخاصه بالنسبه للشمال ولو كتكون غير مثلا غنصيفطو ان ستاسيون الا شافت شي حاله ما كتستعر هي من نفسها ما تقدرش تستعب راسها لان المراه خصها تستعب راسها تكون حره الطواليت دابا هذه عام ونص باش جابوه دابا نهار اللي تسرق هذه دابا غيكمل العام هو مجدود وهذاك الطواليت ما خدامش اصلا جابوا الصندوق ونزلوه ونهار اللي جابوا الصندوق جابوا الشمكاره خدامين معاهم خصو تدق عليه وجابوا ودوزوا واحد الفتره معينه نهضوا سرقوه هذه القضيه ديال المنطقه الصناعيه عندهم واحد الخزان كيحبس عنده واحد الفتره معينه مالك بحال اللي كنقولوا ملي كيتجمع لهم الماء كيطلقوه عاو كتولي الحاله لا يرتى لها نجي نجي واحد الوقيته راه جبر راسك هنايا الحاله اللي ما تصورش بالعقل ديال الانسان بالنسبه حنا كنجيو بعض اللحظات حنا كيضرنا حالنا لما كنشوفوا السياح كيجيو كيصوروا ما كيهضروش كيصوروا كيمشي بحاله ما غيقدرش يهضر هو كيصور ويمشي بحاله وكيضرنا خاطرها لان ما غتقدرش تمشي عنده تقول له علاش كتصور هذه من جهه يعني ما غتجبر كيفاش غتدخل عليه تقول له علاش كتصور هو صور ومشى المرضي ما تقوليش واش كدير غير على البلاد انا مواطن مغربي ملي ما تجينيش الحرقه على بلادي على ما تجينيش هذا مرض يا تشاد بزاف يا تخو ما يبان حد حنا ما كيعترفوا بينا حنا الدولة ولا كتعترف بينا أي طلب اللي غتقدمو تجي تقدم هاجي توفر لك مسيبين أنا والله أنا مسيبين فهمتي بالنسبة لي لك أنت كواحد من سائق سيارة الأجرة وهذه هي المهنة ديالك خصوصا ما كتواجدوا في هذه المنطقة هذه واش هذه المنطقة هذه كتساعد على السياحة خصوصا أن حنايا في مدينة طنجة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وبعد كل شيء هي السلام عليكم معكم وكنشكرهم بعد جدول عنا من البرادة وتميتوا بنا وبعد السائق المهنيين معكم الحسن أشرط كاتب إقليمي ديال المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بطنجة حنا كنتواجدوا هنا في أوطاسة عندنا واحد المعاناة كبيرة بزاف جدا جدا عملنا شكاية مشينا للعقلة عند العمدة الرئيس ديال الجامعة الحضرية مشينا لعنده شخصيا جلسنا معه أول مرة استقبلنا جلسنا معه هضرنا على المشاكل هذا ما كاين لا حراج ولا حتى شي حاجه ما كاين والو كل شيء عنده شحال مشي هذه دابا واحد تقريبا طلعه في عام مشينا لعنده
وجينا بحالنا للناس صيفطوا لنا واحد الطواليط لهنا هذه مع شحال هو انا ما خدامش هذيك بعدا مره هو هنا مسيب هنايا جاو شي شفاره للناس سرقوه داو له ديك الكريبوز ديالو ديك المسائل ديالو كامله مشينا عيطنا للبوليس عملوا المحضر عملوا البصمه ديال مشاو هذه دابا شي 3 شهور واقف تما ما خدامش بالنسبه لهذا الواد هذا الواد هذا انا كارثه راه كاين بنادم مشى للطبيب هنا كاين بنادم مشى للطبيب غيب الناموس والريحه الخبيثه وكاين الاجنبيين كيجيو لهنا اجنبيين الناس ديال الاجنبيين كيجيو لعندنا يركبوا هنايا ما كيجيو حتى فين يمشيو هضرتوا على شي اجنبي واستغرب جا الاجنبي جا لهنايا جا لهنايا قلنا قالنا طوالي قلنا له مشي للبومب مشى للبومب جبره مجدوده جا لديك الدفله لهنا الدفله الدفله انا اولا واعد هذا كل شيء انجاز من هنا جبرت المره هنا ما بين الطوموبيل والطوموبيل واقفه هنايا قسما بالله حاشا ومهبطه هيدا انا قربت وجهي هيدا اقسم بالله ما قدرت نكمل فيها الشوفه المره صاحبي المره واش دابا هاد المسؤولين هذا ما كاينينش هودنا العمده عندنا تما وقفه احتجاجيه صباح كامل خرجوا لنا المسؤولين تما دخلونا حنا غنعملوا لكم حنا غنجيبوا لكم حنا ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه شنو الرساله اللي تبغوا دابا الرساله اللي كنطلبوا من السيد العمده المحترم اللي كيشوفنا في هذا الفيديو هذا خصو يشوف لنا الحال هذا الودنة والطواليطات للناس حنا راه بارادا الطاكسي راه كيجيو الاجنبيين كيجيو هاد البارادا هذه خدامه احسن من المول امام المحطه الطرقيه ديال الكيران هاد البارادا هذه كيجيو لهنا الاجنبيين بزاف الناس السياحه اللي كيمشيو للشوال كيمشيو لتطوان مارتي الريكون وحنا هنا كارثه دابا اتصل بسيد القائد هاد اليومين الباشا قال له عمل شي شكايه صيف الطريق عمل شي واحد الشكايه للعمده قلنا له الله يرحم الوالدين راه حنا عينا ما نعملوش شكايات دابا قلت له واخا واحد الحاجه حنا غنعملوا نجيبوا البونطار ديالنا والزنك ونبداو ندوقوا الزنك ونعملوا الدراقات للناس والكراسي فين كلشي ونبنيو الطواليطات ديالنا بيدنا وهنيو راسنا هاد الشيء هذه مزيانه نكونوا حنا كندوقوا الزنك هنا ونعملوا الطواليطات راسنا ونجيبوا هذا حشومه صاحبي عيب وعيب على الانسان يهضر على الطواليط والله العظيم والنبي الكريم الناس كيهضر على شي حاجه كبيره طوالي طيب الله اقسم بالله شحال من المره كتهود الواد انا شنو نعمل له المشاكل اللي عندنا خصنا الدلالات ما عندناش شي دلالات الناس محروقه لنا بالشمس حتى الطواليطات خصنا ما عندناش شي دلالات والكراسة فين يجلسوا الناس لا الحمد لله يجوا عندنا الضيف هنايا كيجوا عندنا السياحه كيجوا عندنا كل شيء هنايا الحمد لله خصنا نجيبوا الحين يجلسوا والناس كتحرق لنا بالشمس هنايا كتحرقوا خصنا الدلالات فين يجلسوا الناس الكراسة يجوا عندنا الحمد لله المحطه كبيره عندنا هنايا المحطه طنجة محطه كبيره هي اكبر محطه هي هذه مشينا للعمده مشينا المهم ما كاين والو في هذه المتعه ما جابونا والو حتى واحد ما عطافوش فينا مره اي أيوة والله الموت عاد مسيب مسيبين هنا يقول صراحه حنا باشا حنا اخوان حنا مغاربه عملوا خصنا نعيشوا بكرامه فهمتني ولا حنا مسيبين مشردين ما عندنا والو شنو عندنا هنايا الراجل هنا كيقيم مشي مشي لقينا تسمح لي خرج كل يوم كحلنا هنا ولينا زورق انا في الموت عاد والله خصو المهم يتهلاو فينا مسيبين هنايا نساونا ما عندنا والو هنايا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.